طيب يلا يا ست ايمان، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يسلمك من كل سوء وشر ومكروه. على فكرة يا شيخ محمد، انا عايز اطلب من حضرتك بس هم طلبين. عيني. اللهم صل على سيدنا النبي عليه صلى الله الصلاة عليه وسلم. والسلام. اولا انا كنت مربية اطفال من ولاد اختي، طيب. ماشي، وكانوا هم في الحجاز، يعني كانوا في الحج، طيب. تمام. فانا ربيتهم هم صغيرين، انا وماما واخواتي، طيب. فيعتبر ده ايه؟ يعتبر ده ثواب ليا ولا ايه بالظبط؟ طيب يعني هم معاكي ولا لا، هم سابوكي؟ دلوقتي مش معايا، انا كنت مربيهم هم صغيرين. طيب بس اهدي اهدي. طيب وبعدين راحوا فين دلوقتي؟ راحوا دلوقتي عند باباهم ومامتهم. طيب خلاص. طيب تمام. طيب ماشي. ها السؤال السؤال التاني. التاني دلوقتي، يا شيخ محمد، انا كل ما بنام بيحصل لي كوابيس، ما بعرفش انام. طيب حاضر. حاجة تاني؟ فقلت والنبي تقول لي يلا اعمل ايه بس، حالا ومع اني حالا بصلي وبصوم وبعمل كل حاجه، حالا يا ست ايمان. حاضر بس حاضر. النبي نعم. ورحمة سيدنا النبي علمتك بالغالي حاضر اللي هيتشفع لنا في يوم من الايام. حاضر 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 حاضر. نيجي اختنا ايمان. اختنا ايمان اسألني تربية الأطفال. يا إيمان هرد عليك إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله له فدخل الجنة، فكيف الحال بتربية طفل؟ كل لحظة ربيت فيها هؤلاء الأطفال وأطعمتيهم وكسوتيهم وقمت على برهم وعلى الإحسان إليهم وعلى تقويم شؤونهم، أبشري فأنت أمهم في الدنيا وأمهم عند الله سبحانه وتعالى وأمهم في الجنة. أبشري، أنا ما بقولكيش الكلام ده من عندي، لا، ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لفت نظر أمنا عائشة إلى الأم البديلة، وكانت تدعى بأم عبد الله، كناية أو نسبة إلى عبد الله بن الزبير وهو ابن السيدة أسماء. وما عرفنا ان السيده اسماء ام عبد الله بن الزبير الا حينما نطالع نسبه، لكن السيده عائشه رضوان الله عليها وارضاها وهي لم تنجب كانت تكنى بام عبد الله بن الزبير من كثره ما كان يقيم عندها ويجلس عندها ويتربى في حجرها.